لما الغزاة هجموا على مصر قام لهم السلطان حامد وقال لهم والله ما تدخلوا الا على جثتي. أنا حامد يا نابليون. أنا مش بدور على كنز، أنا بدور على حكاية السلطان. مدد يا حبيبي السلطان مدد. هو الدنيا ما فيهاش حاجة غير موضوع السلطان. مدد مدد يا حامد مدد. إحنا اتولدنا يا ابني لقينا المقام موجود في البلد. الناس اللي بيحفروا في المقام دول بيدوروا على إيه مدفون؟ الورقة دي شكلها من أيام الحملة الفرنسية. الورقة فيها شوية ألغاز، حاولت حلها عن طريق بحث وتدقيق. كان سلطان ديجيبت؟ Le sultan Ahmed. Il n'y a pas de sultan d'Égypte qui a pour nom Ahmed. يبقى اكيد الورقه دي فيها السر. احنا عايزين رجاله شويه منهم هيظهروا معانا على بقيه المقامات. الواد ده بيفحفر من نفسه ومفيش حد ورا منه. بس الناس دي مش هتتحرك الا عشان الكنز. العيال اللي بتحفر دي لازم تجيبوهم وباي ثمن. ممكن يكونوا لقوا الحاجه اللي احنا بندور عليها. الكلاب كلها طلعت من جحورها. في عمليه ارهابيه في سيناء. العركة دي ما تخصناش. العركة دي يا اخوانا تخص المماليك. ازاي هنسيب اهل بلدنا يندبحوا قصاد عينينا واحنا ساكتين؟ والجيش بالالاف يا حال، واحنا حيالنا كام نفر؟ الفرنساوية عايزين يهدوا البلد، احنا هندافع عنها. لا يوجد ثائر كبير الا اذا كان عاشقا كبيرا. فين طه؟ حلمت يا صافية انني وانت في دار واحد. بحبك يا حال. صورة دلوقتي أنا بحبها كأنها من دمي. أنا ما أعرفش أنا إزاي حبيت. محدش مسؤول عن هو حب مين، إحنا بنتكفي على وشنا. وحشتيني غالي. وأنت كمان قوي. بنتي مخطوفة يا شيخ يحيى. بنتك قلبها مخطوف لحامد. أنا بقول لك انساها. ياما مش عايز، مش عايز. حامد مصيره معروف. الله من عندك يا رب. إيه قصة الحب الحلوة دي؟ حامد ده مش هيجيبها البر. حامد ده بتاعك يا رب. لقد أمرنا الله بالجهاد. إحنا حامد بن كلنا قطعنا صباعنا ودقنا الوشم ده، كلنا بقينا حامد. العيب على اللي ماشيين وراهم قويينه. اللهم تغمدهم بواسع رحمتك. صح الخلق وهز الكون. صح الخلق وهز الكون. ده المحافظ بذات نفسه بيكلمه في التليفون. طب مش هيدنا مش هيقول. طب مش هيدنا مش هيقول. كنت لازم تسألوا عن الأرض دي قبل ما تيجوا. تشوفوا طحنا فيها كم معتدي ودفننا في تروبها كم ظالم. اتحاد. الله اكبر. لو مصر اتغيرت هويتها محدش هيعرف يرجعها تاني مصر. سر الباتع يوميا السابعة والنصف مساء على اون.